رمضان كريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي، عواشركم مبروكة، الله يدخلهم عليكم بالصحة والسلامة باش ما تمنيتو. اليوم إن شاء الله غنبدأ في سلسلة الوصفات الرمضانية، وقررت أنني نقدم لكم وصفة سهلة وبسيطة سريعة التحضير وفي المول عجيب، وهي عبارة عن جراتان بالدجاج والبطاطا. لمعرفة كل التفاصيل نتلقاو بعد الفاصل. اهلا وسهلا بجميع مشاهدي قناة دار البنا، الى اول مرة كتدخل القناة ضغط على زر الاشتراك وعلى زر الجرس باش يوصلك كل جديد. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب وتركوا لنا تعليقات، فارائكم تهمنا. رمضان مبارك وكل عام وانتم بخير. بسم الله على بركة الله. نبدأ بالمقادير. عندنا 100 غرام ديال الجبن احمر محكوك، عندنا 300 غرام ديال صدر الدجاج مقطع قطع صغار، عندنا جوج بصلات مشحرين مقطعين قطع صغار ومشحرين مع شويه الملحه والبزار وشويه الزيت، عندنا فلفل احمر وفلفل اخضر تما مقطعين قطع صغار ومشحرين، عندنا الربيع، عندنا مسحوق الثوم، عندنا فلفل اسود ابزار، عندنا الملح، عندنا اعشاب المنسمه، عندنا ياغورت طبيعي بدون سكر، عندنا زيت الزيتون، عندنا 5 بيضات، عندنا 1 كيلو البطاطس مقطع قطع صغار ومقلي في الزيت. بسم الله على بركة الله. نبداو ناخذ واحد الاناء كنديروا فيه البطاطا ديالنا من بعد ما قطعناها وقليناها في الزيت، كنضيفوا عليها الربيع واحد معلقه كبيره، كنضيف عليها واحد جوج بصلات كبار مشحرين مع شويه ملح وشويه تاع الابزار، كنضيفوا عليها الفلفله حمراء وخضراء تاهمايا شحرتهم، شويه ديال الزيت وشويه الملح وشويه ديال الابزار. ما بغيتش نوريكم التفاصيل كامله باش ما نطولش عليكم الفيديو، داكشي علاش صيبتهم من قبل. من بعد كنحركوا جميع العناصر، كنضيف عليه واحد معلقه تقريبا كبيره ديال الجبن محكوك ولا جوج معالق، كنضيف عليهم 5 البيضات، هاد البيض عندي صغير، الا كان كبير ديروا 4، من بعد كنحرك بواحد الملعقة مزيان، كنضيف على داك البيض شويه ديال الملح، شويه ديال الثوم بودر، شويه ديال الابزار، كنحركو مزيان، كنخوي على داك الخليط ديالنا اللي خلطنا، من بعد نحركو مزيان تنسجموا لنا جميع العناصر. من بعد كناخذ المول كندهنوا بالزبده وكنديروا فيه ورق الطهي وكنخويو فيه الخليط ديالنا،
كنسرحوا في المول كامل، عدد المول شوية كبير صافي، كنسرحوا بهذه الطريقة. علاش درت فيه ورق الطهي؟ باش ما يلصقش لينا من التحت، باش يجيكم ساهل من تحيدوه. من بعد كديه الفرن على درجة الحرارة 180، حتى كنحس بيه في الجناب راه تحمر وكنحيد، وكنحس بيه تحمر من الجناب وكنشعل عليه الفوق حتى هو تيتحمر مزيان. من بعد في المقلاة كنضيف عليه واحد جوج معالق، كنضيف فيها واحد جوج معالق ديال زيت الزيتون، كنضيف فيها واحد شوية ديال الثوم بودر، واحد معلقة صغيرة تقريبا. بعد كنضيف عليه قطع ديال الدجاج ديالنا، نقطع قطع صغار، اللي مبغاش يدير دجاج يدير لادان، اللي مبغاش لادان يدير كفته. صافي كنستمروا في التحراك ديالنا مزيان. من بعد كنضيف واحد ملعقه كبيره ديال الاعشاب المنسمه. من بعد كنضيف شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، اللي ما عندوش الاعشاب المنسمه يدير غير شويه ديال الزعتر. من بعد كندير ياغورت طبيعي بدون سكر، اللي ما عندوش شوا ياغورت طبيعي يدير واحد الثلاثه ديال الفرماج مثلث. من بعد كنحركو حتى كنحسو به ثقال، صافي كنحيدو من فوق البوطه. من بعد ما خرجت الكغاتان ديالنا من الفرن، كنضيف عليه داك الدجاج اللي طيبت وكنديرو فوق منه. صافي كنسرحها فوق منه بهذه الطريقة. من بعد كنضيف عليه الجبن احمر محكوك، كنعاود ندخلها للفران غير باش يذوب هذاك الفرماج. ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وبالصحه والراحه. اهلا وسهلا بجميع مشاهدي قناه دار البنا. الى اول مره كتدخل القناه، اضغط على زر الاشتراك وعلى زر الجرس باش يوصلك كل جديد. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب وتركوا لنا تعليقات، فاراءكم تهمنا. رمضان مبارك وكل عام وانتم بخير. Thank you.
رمضان كريم.